بالنسبة للميل المنسون الحزين هتلاقي عندك التستس ريوة جنوب شرق الصورة كده، جنوب شرق السلايد ده هتلاقي بتاع 6 تستس ولا حاجة، فتلاقي ان هم صغيرين جدا. ايوة كده صغيرين جدا، وايه وعددهم اكتر من التانيين يعني. فده الميل بتاع الشيستوزوما منسون. بالنسبة للفيميل شيستوزوما منسوني بنعرفها ازاي؟ تحت الميكروسكوب ان بتاع الاسود ده اللي هو الانتستانيال سيكا بتبقى طويلة جدا وكبيرة جدا. واحد يقول لي ممكن ان انا اقول الاوفر بري اكواتوريال وبتاع، تمام، بس انت تحت الميكروسكوب اوضح لك البتاع الطويلة اللي هي الانتستانيال سيكا اكتر من البري اكواتوريال اوفر. بس خلاص. بالنسبة للكابل بتاع المنسوني، زي ما قلنا ان احنا نشوف السلايد كويس اذا كانت كابل ولا لا. ميل وفيميل هم اتمسكوا، لقينا الميل. احنا قلنا اول ما نقوله كابل يبقى عيني على الميل عشان احدد ايه نوعه. بص الميل الرايق ده على ايدك اليمين كده هتلاقي شوية تستات تستس كتيرة، هي الصورة مغمشة بس في تستس ياما. ايوه هي على ايدك اليمين بالظبط دي تستس كتير، فده الميل بتاع المنسوني، يبقى ده كابل منسوني. قلنا بلاش ان انت تعتمد على الفيميل يعني قوي، ومع ذلك هنا الفيميل واضحة ان الايه ان السلايد الحلوه رزق يعني، فالسلايد دي كويسه. الميل عامله في الفيميل عامله في يونكا ايه، وتحس ان الانتستاينال سيكا بتاعتها طويله جدا، كلها انتستاينال سيكا تقريبا. بس بالنسبه للبيض الثاني اللي هو بيطلع منه لاترال سباين، هو هنا في البتاع ده مش باين قوي، بس هنا شويه كده في واحده فيها لاترال سباين تحت. ايوه يعني تبص على جنابه تلاقي ايه، تلاقي في زي حاجه طالعه. بص اللي على اخر واحده على اليمين دي اللي فيها بقعه سودا، شايفها؟ هي دي طالع منها لاترال سباين ايه واضح حلو. جنبها كمان طالع منها لاترال سباين. وبيبقى طبعا منين زي ما قلنا بقى ان الانتستاينال سيكا هنا قصيره، وادي الاوفري هو اللي هو على طول على قمه الانتستاينزوما هيماتوبيا، عنده بقى ايه 4 تستس كده هتلاقيهم عشان ما تدوش زي ما قلت لك، عشان ما تقوليش انا اعرفه ده بوست ولا بريس ولا ايه اللي شايفه، بس ما ينفعش خليك على بتاع الاسم ان هم في 4 دوائر كده قصيره، يبقى انت فين؟ الميل بتاع الهيماتوبيا. انما الميل الثاني بتاع المانسون يبقى كام؟ ماشي الكلام بس كتير جدا. بص احنا نفتكرها كده على السريع ان كلمه هيماتوبيوم كلمه كبيره صح ولا لا، فتلاقي ان التستس بتاعه الميل هيماتوبيوم تستس كبيره، والتستس الكبيره يبقى عددها اقل. انما الناحيه الثانيه والعكس بقى الفيميل، ادام الميل كان التستس بتاعه كبيره يبقى كبير يعني، فالفيميل نلاقيها ايه السيكا بتاعتها شورتر يعني. من الاخر ميل الهيماتوبيوم عنده تستس كبيره وقليله في العدد، والانتستانال سيكا بتاعته تبقى ايه بتاعه الفيميل بتاعته تبقى شورت. العكس بقى يعكس الكلام ده يديك المنسون، ده لو نسيت وكعبلت ايه وحالتك بقت صعبه. بس بالنسبه للفيميل بتاع الهيماتوبيوم بعرفه منين؟ زي ما قلنا بقى ان الانتستاينال سيكا هنا قصيره، وادي الاوفري هو اللي هو على طول على قمه الانتستاينال سيكا، والمفروض ان هو بوست اكواتوريال. بص لو مشينا بالسلايد عشان ما تتوهش زي ما قلت لك، عشان ما تقوليش انا اعرفه ده بوست ولا بري اكواتوريال والليله تبقى سودا، فخليك على بتاع الاسود ده حلو اللي هو الانتستاينال سيكا قصيره، يبقى انت فين؟ هيماتوبيوم. طويله يبقى انت في المنسون. ماشي الكلام بس كده تمام قوي. بالنسبه للكابل بتاع الهيماتوبيوم، اولا انا شايف ايه ميل. الميل زي ما قلنا ان هو هيماتوبيوم عنده 3 4 تيستيكلز، بس هنا ايه تلاقي ان الميل اخد الانثى في جناحه وطاير بيها، فادي ايه ميل وفي ميل. واحد يقول لي طب اول حاجه لما اشوف السلايد اقول ان ده كابل، عايز اعرف ده مين بقى، مانسوني ولا مش مانسوني؟ بس لازم افر عشان اعرف انه كابل. ها هشوف بقى مانسوني ولا هيماتوبيوم ازاي؟ اجيب الميل، ما اعتمدش ابدا في الكابل على الفيميل، فيميل ضايعه، فخليك في الرجوله وامسك في الميل كده الميل وشوف التستيكلز هتلاقيهم 3 4 زي ايه زي الميل هيماتوبيوم. اعمل فوكس على التستيكلز كده، لا فوق صبعي مين؟ لا بجد صبعي ازاي؟ احط صبعي فين؟ نيجي للبيض بقى يا جماعه. البيض هو عباره عن ايه؟ حبه حاجات كده هبص عليها اذا كان ليها سباين لاترال ولا لا. ببص هنا ما لقيتش اللاترال سباين، لقيته زي ما انتم شايفين كده ان هو تيرمينال سباين من تحت طالع لها من تحت، فده يبقى على طول يبقى مين؟ يبقى ده هيماتوبي. يا سلام، تصدق انت عالمي؟ والله انت عالمي رد. ماشي ده كده التيرمينال سباين. انت شويه تطلع سهم من البتاع، الله ينور عليك. ماشي اخي، بالنسبه للسركاريا يعني تعتبر اسهل سلايد لان ما بتحددش اي نوع مانسوني او هيماتوبيوم، هي بتبقى سركاريا اوف ايه اوف شيستوزومز، وليها اسم تاني كده اللي هي فوركو سركاريا او فوركو سيركس سركاريا حاجه زي كده، وهي طبعا سهله جدا عباره عن ايه راس سبرم وطالع منه ديلين بس كده. بالنسبه للانترميديت بقى سنيل اللي هو بتاع الهيماتوبيوس هيماتوبيوم بنلاقيه اللي هو البولينس سبيشيز ده. بص مشطوف شطفه كده يعني حاجه جميله جدا، مفتوح من تحت او مشطوف بالبلدي كده مشطوف، اخد له حد معوره وشايل ايه الغلاف اللي تحت. اما بالنسبه للتاني بقى اللي هو ده اللي جاي ده اللي هو ايه ده بقى اللي هو بينطبق عليه حلزون بمعنى الكلمه، اهو ملولو وزي الفل والراجل ايه محترم واخد وضع الحلزون العادي ده اللي هو بايوم فيلاريا الكسندريه باينه ولا مش عارف ايه، بس هو بايوم فيلاريا
ودوت بتاع مين؟ بتاع المنسون. شكرا.